إننا إذ نؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات بصفة عامة، وعلى أهمية دور كل واحد منا في الحث على المشاركة الواسعة للمواطنين، لا سيما بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة على وجه التحديد، ونلح على أهمية الدور التوعوي والتحسيسي لمختلف نخب المجتمع المدني. فبالنظر للطابع الاستراتيجي والحيوي الذي يكتسيه هذا الموعد الانتخابي، وذلك بغض النظر عما تعبر عنه المشاركة في الانتخابات من فعل حضاري إيجابي ومن روح انتماء هذا الوطن.